نشوف هذا الإطار يا أخوان، ما شاء الله تبارك الله، عملنا حركة الهبال. نشوف إنتاج الملكات بهذه الطريقة. النحلة الآن وضعناها، الملكة وضعت البيض إن شاء الله. نشوف الجهة الثانية بعد، ما شاء الله تبارك الله. حنا الهدف إن تكون زراعة الملكات في هذا التبويس. نشوف إيش بيسوي النحل في هذا البيض، في هذا البرواز إن شاء الله. الآن رايح أطلع هذا الإطار أو هذا الخشب الموجود. يبقى الأساس من تحت غير ممطوط وأساس من فوق ممطوط، ونشوف النتيجة في تربية الملكات. هذه الفكرة يا أخوان. الآن أصبح عندي هنا ممطوط، الأسفل غير ممطوط نهائيا، الجهة الثانية نفس الكلام شايفين. نشوف هل النحل رايح يربي لي بيوت ملكات في هذا الشكل في هذا المكان أم لا. خرجنا التبويسات، إن شاء الله ننزل بيت التربية، إن شاء الله في خلية التربية عفوا، ونشوف النتيجة. بسم الله ما شاء الله يا اخوان، هذه الطريقة اللي ابتكرناها يا اخوان. نشوف يا اخوان عملية القوس اللي سويته يا اخوان بلكاش. بعد كذا يا اخوان نشوف النحل كيف ربى البيوت الملكية بدون اشتباك، يعني كثير بيت ملكي تقريبا مكسور الحال الا ما ندر. اذا النحل لم يربي هنا ملكات، ربى في القوس اللي انا مسويه. نشوف الجهة الثانية بعد، إذا طريقة ناجحة يا إخوان. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، البيوت الملكية في الأطراف متفرقة، شايفين عفوا هذا البيت الملكي. طيب إذا شايفين ما شاء الله تبارك الله، البيوت الملكية كلها الآن بالأطراف، بمعنى جعلت النحل يربي البيوت الملكية في القوس هذا يا إخوان شايفين. هذه طريقة ابتكرناها جديدة. شوفوا النحل لم يربي أي بيت ملكي في هذا المكان، بل ربى في الأقواس، علما أن هذه الأماكن يا أخوان سابقا لم يكن فيها أي بيض نهائيا. النحل وضع البيوت الملكية ثم نقل إليها البيض في هذه الأماكن زي ما أنتم شايفين. طريقة رائعة جدا، أفضل من طريقة المثلثات، مثلثات ميلر، مثلثات ميلر يكون فيها تشابك. شوف ما شاء الله تبارك الله البيوت الملكية، شوف اليرقات داخل البيوت الملكية شايفين يا أخوان، ما شاء الله. شوف الغذاء الملكي. إذن طريقة ناجحة جدا وعملية وممتازة جدا، وهي طريقة القوس، نسميها طريقة القوس.